تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيسة الإسرائيلية غدا الأحد مشروع قانون يتيح فرض السجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر 12 عاما ممن يزعم الاحتلال تنفيذهم عمليات في القدس المحتلة، ويفرض الاحتلال السجن الفعلي والسجن حتى انتهاء الإجراءات القانونية على القاصرين الفلسطينيين الضالعين في عمليات ضد أهداف إسرائيلية ابتداء من عمر 14 عاما، ويطالب عضو الكنيسة بخفض العمر إلى 12 عاما بدلا من إرسالهم إلى مؤسسات لإعادة التأهيل على اتهامهم بتنفيذهم لعمليات قتل أو محاولات قتل. في المقابل اعتبرت حركة حماس أن اعتزام كنيسة الاحتلال غدا الأحد مناقشة مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاما فما فوق يؤكد الطبيعة العنصرية للاحتلال. وأكدت الحركة أن سعي الاحتلال لتشريع أحكام بالسجن لأطفال فلسطينيين جريمة تؤكد مجددا أن هذا كيان مارق عن منظومة القيم والأعراف الإنسانية، واعتبرت أن تشريع هذه الممارسات تحد صارخ لكل القوانين التي تحمي الأطفال، مطالبة بموقف جاد من المجتمع الدولي لإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق الأطفال. للنقاش تنضم إلينا عبر الهاتف من مدينة عكا النائبة العربية عايدة توما سليمان عضو الكنيسة الإسرائيلي، كما ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من غزة السيد زكي دبابش الناطق باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية. أبدأ مع السيدة عايدة توما، وكعضو بالكنيسة الإسرائيلي كيف تنظرين لهذا المشروع أن يتم سجن ومحاسبة الأطفال من 12 عاما داخل حتى السجون الطبيعية بدلا ممن هو مما هو معمول به الآن 14 عاما؟ تفضل. دعني أبدأ، مساء الخير أولا، دعني أبدأ بحقيقة القانون القائم. يعني القانون القائم بحد ذاته هو قانون جائر وقانون عنصري، لا يحترم المواثيق الدولية التي تتعامل مع الأطفال بظروف مخففة، ولكن الإضافة التي ينوون طرحها غدا في لجنة الوزراء التشريعية للنظر في دعم الحكومة على الأغلب، يعني كما أعتقد في ظل الأجواء العنصرية القائمة وهذه الحكومة الفاشية، من غير المستبعد أن يحظى القانون بدعم الائتلاف الحكومي وبالتالي يتم تمريره، وهو يأتي ضمن يعني مجموعة أو سيل من القوانين الجارفة التي تسن في الفترة الأخيرة، جميعها تحمل طابع الفاشية، وهي أبعد حتى من أن نقول أنها فقط عنصرية، هي قوانين تسعى إلى الضرب بيد من حديد دون يعني الاعتبار لحقيقة كون هذا الطفل الفلسطيني أولا طفل وثانيا ابن لشعب يقبع تحت الاحتلال والتنكيل بشكل يومي من الحكومة الإسرائيلية وجيشها، جيش الاحتلال ومن المستوطنين أنفسهم. بالتالي يعني هناك محاولة شعبوية لهذه الفاشية بأن تحظى بدعم وشعبية لدى الفئات اليمينية المتطرفة داخل إسرائيل، ويبتدعون كل يوم قانون جديد فيه أبعاد خطيرة جدا على شعبنا الفلسطيني وعلى الأطفال الفلسطينيين، رغم أنه في الحقيقة وفي الواقع يعني الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يحترم القوانين التي هو يسنها، فاعتقالات الأطفال واعتقالاتهم اعتقالات إدارية وإيداعهم في السجون بشكل عام هذا أمر يحدث بشكل يومي دون أن تكون هناك أحيانا حتى محاكمة، ومع أنه يعني نحن نعتقد أن حتى المحاكمات التي تدار هي محاكمات غير عادلة وهي محاكمات عسكرية، ولكن حتى هذا لا يوفرونه للأطفال الفلسطينيين. وكأنك تقولي أستاذ عايدة أنهم حتى لا يحتاجون لمثل هذه التشريعات الآن، هم يفعلون أكثر من ذلك دون تشريعات أو قوانين. نعم، يعني في الممارسة الفعلية على أرض الواقع هم لا يعتقلون فقط الأطفال، وإنما هم أحيانا في كثير من الحالات يقتل الأطفال الفلسطينيين من خلال ممارسات جيش الاحتلال،
وفي كثير من الحالات يعني نحن نعلم بأنه لا يتم حتى احترام القوانين التي هم بأنفسهم يسنونها ونعترض عليها ونعتبرها جائرة وظالمة. حتى هذه القوانين لا يتم ممارستها على أرض الواقع بشكل فعلي، وإنما كل فترة يبتدعون أساليب جديدة ويتفننون في عمليات القمع التي يمارسها الاحتلال. النائبة العربية عايدة توما سليمان عضو الكنيسة الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. وأذهب إلى السيد زكي دبابش الناطق باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وممثل حركة حماس في اللجنة، أحييك. وبالطبع أريد أن أستمع منك لتعليق عن هذا مشروع القانون الذي سيناقش غدا في الكنيسة الإسرائيلية بشأن اعتقال وسجن الأطفال الفلسطينيين. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا القانون هو لا يخيف الشعب الفلسطيني حقيقة، ولكن نحن في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وفي كل القوى الحية لشعبنا الفلسطيني ننظر ببالغ الخطورة إلى هذا القانون الذي سوف يناقشونه غدا في الكنيسة، بأن هذا القانون هو يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي هي نصت على حماية الطفل الفلسطيني وأينما كان. يعني نص أيضا في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة التي حمت من الاعتقال الأطفال وأن يوضع لهم حماية خاصة لهم في السجون وتكون لهم رعاية لأنهم أطفال حقيقة. هذا القانون إنما هو تعدي على طفولة الشعب الفلسطيني وتعدي أيضا على مقاومة الشعب الفلسطيني. هناك الحقيقة يوجد أكثر من 250 طفل محتجزين لدى هذا في سجون الاحتلال في الاعتقال الإداري الذي هو اليوم نحن بصدده وهو موجود على طاولة المقاومة الفلسطينية وعلى طاولة الفصائل. هذا الاعتقال الإداري اليوم الذي أكثر من 1083 أسيرا إداريا محتجزين في سجون الاحتلال، ثلث هؤلاء المعتقلين إداريا هم من الأطفال حقيقة دون سن 18 في سجون الاحتلال. إنما هذا القانون إنما يعبر عن بشاعة هذه الدولة ويزيد من عنصريتها فوق أنها يعني دولة عنصرية أمام هذا العالم ويفضحها أمام كل المؤسسات الحقوقية في هذا العالم. نحن غدا زكي عفوا هم يبررون ذلك بأن هناك أطفال دون سن 18 عاما يقومون بعمليات قتل لضباط إسرائيليين لمواطنين إسرائيليين إلى آخره، ويقولون إذن يجب أن يحاسبوا بشكل أو بآخر. كيف تنظر لهذه التبريرات؟ ومن حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه أينما كان سنه. هناك أطفال كثر في داخل السجون، وهناك من دخل السجن في سن 15 والسادس عشر وحكم عليه بالأحكام العالية، منهم موجودين إلى يومنا هذا في داخل سجون الاحتلال، ومنهم من أمضى أكثر من 25 عاما في داخل سجون الاحتلال وتم اعتقاله وهو في سن 16 و17، موجودون الآن وكثر في سجون الاحتلال حقيقة أخي الكريم. ولكن هذه الدولة تضرب بعرض الحائط كما أسلفت كل القوانين الدولية التي نصت على قانون الاعتقال في أينما كان في هذا العالم، ولكن هذه الدولة الوحيدة في هذا العالم التي هي لا تعير معيار لأي إنسانية ولأي قانون إنساني للأسف الشديد. ولكن هذا القانون يضاف إلى جرائم الاحتلال الصهيوني والتي ترتكبها يوميا ضد أطفال فلسطين وضد الشعب الفلسطيني خصوصا وضد الأسرى في داخل سجون الاحتلال. نحن أيضا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يحصل. غدا إن شاء الله سيكون لدينا فعاليات هنا في قطاع غزة بالخصوص، وسنسلم رسائل إلى كل المؤسسات الدولية
الموجودة هنا في قطاع غزة، وتحديدا الصليب الأحمر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكي يعلموا بأن هذا القانون إنما هو جريمة كبرى بحق الإنسانية، وعليهم المسؤولية كما على الاحتلال إن بقوا صامتين على ما ستنص إسرائيل غدا أو سيشرعونها غدا من قانون هو تجريم الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم من سن 12. اليوم لدينا في نموذج في سجون الاحتلال الطفل أحمد مناصرة، تم اعتقاله قبل 8 سنوات 12 عاما. اليوم أصبح شابا يافعا في سجون الاحتلال، أصبح عمره 20 عاما في سجون الاحتلال دون أي محاكمة حتى هذه اللحظة لهذا الطفل. شكرا. وهو نموذج للأسرى الأطفال في سجون الاحتلال. السيد زكي دبابش الناطق باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية الإسلامية ممثل حركة حماس في اللجنة، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من قطاع غزة.